هلا 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 شوفي هلا شوفي ما في شيء في كاميرا ومايك وانا وانت ولارا و هلا كيف حالك شو اخبارك الحمد لله وانت كيف حالك مشتاق لك انت والله كيف حالك والله اوه صرت تشتاقين تعرفنا على حالك لويا نعيمات ها لويا نعيمات من وين من العرب لا اي بلد من سوريا من فلسطين من الاردن من العراق عربي صدق الحمد لله يعني المهم عرب يعني عنصرية لا هذا بده يتخانق ولا لا قال شو من وين عربي شو بدك ها ما تشوفني بنت تفكر يعني انا ما فيني اسوي شيء شنو انت تزبطيني قاعده لا يا انا زبطت شنو قاعد يضحك علي قال من وين شنو سريك كم عمري بعد 25 اخذ اسئلتي ضدي يا جماعه يعني اقتحم الموقف شلون يعني انا خلاص خلاص تعال والله تشبه انسان اعرفه جدول والله شوف بالكاميرا مشان انسان ولا انسان شو انسان بني ادم بني ادم ما هو يا جماعه الخير هذا مبين راح يجنني اليوم تمام عندي لك اسئله اساليني يا اخي انا جاهز بالله عليك من اي منطقه خلاص شدك بيبي يلا خلاص من الاردن من الاردن من اي منطقه بالاردن من عمان 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 بالاردن مفرق تمام احكي لي على منطقتك شيء هلا انت اقول لك شيء انت هلا بتمثل منطقتك او بلدك قدام الكاميرا انا امثل العرب كلها مش بس منطقتي يابا اكيد انا راح يجنني اكيد بس عندنا كل عربي بيمثل عم بدخن سجاير عندنا كل عربي بيمثل منطقته وبيحكي لنا معلومات عن منطقته انا هلا ما بعرف ولا شيء عن الاردن فانت انا بعرف بس من بنا مدينة البتراء البتراء انت وديت على الصحراء انت شكلك شكل صحراء يا بنت الحلال هاي ودها زلم ودها بر ودها دنيا هاي ما تزبط تمام يا زلم انت احكي لي هلا شو احكي لي وين منطقتك وشو المعلومات عن منطقتك والله انا كنت سكان المفرق في الاردن يعني معروفه يعني هي كبيره شو معروفه والله تجاره المخدرات لا 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 يعني معروفه والله ناس طيبين وشهامه وما شاء الله عليهم يعني وتنخينهم يقولوا ما يقولوا لك الايه يعني. الحمد لله شو الأكلة المشهورة عندكم؟ منسف والله شو هاي؟ منسف شو هذه؟ ما تعرفين منسف؟ لا والله لا حمود أنا بعرف هيك أكلات بس يعني ما بعرف اسمها سلطة وما سلطة لا لا أنا أنا كل يوم بالصبح أكل شاي زيت زيتون وزعتر شاي أكل؟ تعال بنتي خلاص لا ما أتعاطى أنا أنت قاعد تزبطني هلا؟ زبطك واحد لواحد يا جماعة يلا هلا لما دوختني والله انت عندك اسئله ايش وقفتيني بعد ايش السالفه وقفيت مغاد تدري ان انا عندي شغل وحالتي حاله وراي اشغال بنت حلال اخلص علينا ما مقدمه كواي من وين جايبين هي والله صروخ حلو ما شاء الله وش جايبيني من عند امي والله سلمي لي عليها سلمي لي عليها جنن والله سألي انت ما سألتيني شيء بس انا كأنه انا المقدم وانا صاحب قناتك وهاي مدري بدي ابكي بس ليش بس انا عين المصور هذا شلون صابر عليك وانا كمان بس وانا بسأل حالي شلون الناس صابرين اي تمام والسؤال الاول يقول احنا بامتحان عربي السؤال الاول يقول قولي سؤالك نسيت السؤال طب انت كاتبته على ورقه ما اعرف اقرا عربي والله شو تسوي سبيك انجلش سبيك انجلش لك اسمه سبيك اي دونت نو سبيك انجلش اه هذا الشيء كلش ما تحكي انجليزي لا شو انت تقول انجلش دويتش ما دويتش قلبها الماني اي تمام تعال يمي تعال تعال يقولون انت زبطها واقف جنبها والله عظيم مين شافك مين انا بدي بس اسوي معك مقابله وبروح للثاني طيب هاتي لنشوف لا تصيحين علي خلص اخلص يا لا حرام جابت غيرك انت لا بس انت لحالك وحيده ايه خلص زبطت الامور اعطينا رقم الوالده ايش بك وش بدك بامي كيف حالك نسلم عليها يا ويلي بيقول له الماني كيف حالك خلاص اترك الناس تعال يمي ما ابغى بس اقول لك تعال مشان الكاميرا انا عشانها يا اخوان ولا انا ايه ما هي الكلمه الانجليزيه التي تبتدئ بحرف الاف وتنتهي يا الله
اف اوكي شنو؟ انا شفت السؤال انت يعني لو اخبي السؤال عني عشان لا اعرفها. طيب ما مكتوب جواب فشلون عرفت هاي؟ مكتوب هيو لك يو بالاخير يعني بتنتهي بيو. لا ما تعيدها. مك التقديم يعني جد والله المفروض انا افتح قناه يوتيوب واسولف عنك يعني. خلاص اسال الثاني. شرشمني بس انا امزح. انا لا انا ما ببكي انا يعني انا كثير مبسوطه بالمقابل. اوكي سؤال. ما تتطلع انت تقولين زي هيك وانت ما تطلع. انت حطيته بعيني. ما تتطلع. خلاص. من وين انت؟ سؤال بس من عند امي. ما انا عارف من عند امك. امك من اي دوله؟ امي من وين؟ امي من الجنه ان شاء الله. من الجنه كلنا على الجنه بس هي من وين؟ ايش دراك يا عمي كله ده على النار بس من وين؟ خلص علينا. تمام. امي من المغرب. مغرب؟ ايه والله منعم باهل الجزائر. ايه والله منعم باهل الجزائر وانا كمان احبهم. والله كلنا نحبهم. كان بغيكم تحب الجزائر. شو تقول هذه مش فاهم. المهم الشيء الذي اول مره بيوجع ثاني مره بيوسع وثالث مره بيرتاح. ايش يا اختي؟ ايش؟ ها؟ هندي ينقطع عمران شنو صاحي انت ولا متعاطيه شيء اليوم؟ ما متعاطيه شيء. شنو هذا لك؟ هذا سؤال عادي. طيب اجين كتبوا لي اياه وانا بسالك. ليش عم تضحك؟ والله انا ودك تصيح نيتي راحت تحتي. شو يعني عطله؟ يعني ايش شو نيتك يعني؟ انه كيف اقول لك انه حياه حلوه. هلا ويل على نرجع الموضوع. ايه يلي بيوجع وبعدين بيوسع وبعدين ترتاح. ما هذا هو الشيء. والله طويل يا ليش انا قاعد افكر بالسؤال. اول مره اسمع بهاي زي هيك اسئله يعني. بس مربى انا ولد عالم وناس. اوه انا كمان امي مربيتني. سدي بامك. امك بالجنه. امي بالمغرب. الله هذا يشبهكم. يا ويلو اذا شفتوا بشاعته. مش عاجبك؟ لا مو محمد. الله لقيتي عربي. انا صدفه تصدفين العرب. احنا قلنا بدك جواب السؤال؟ والله يا ريت تعطينا. هو الحذاء. حذاء؟ ايه والله شوف يعني اسهل منه سبحان الله ما في على السريع. ايه لا يوجع ولا ضيق ولا هم يحزنون. ايه يعني في نوع من تمام نمر للاسئله الثالث. تفضلوا مقابل اضرب وطرح. ما تضيفين شاي قهوه شيء ما عندك علوم. ها يا بابا انا فاتحه كافيه هون. ايه كافيه شنو هاي كافيهات جيبي حط عندك انا ضيفي الشهر هذا. ما هي الحركه اليدويه اللي بتحبها المراه المتزوجه بزوجها؟ والله ودي اسوي لك اياها بس لكن عيب يعني. والله شنو عندك؟ ها؟ شو ضبط؟ والله ما ضل شيء. بعدين ما كفيتني على ثلاث اسئله؟ على ثلاث صار لي ساعة وأنا جايب بس لو أدري أرسلت شاي ما وقف. تعال يمي لك صرنا هنيك كنا هنيك. تعالي جاي. شمال. تعال كلنا راح نلتقي. ماما اسمحي لي. تحية للوالدة من هنا الوالدتها هي. اسمحي لي مرات يجيونا الأسبوع الجاي إن شاء الله. لا ما الأسبوع الجاي راح على الجنة. تعال أمي؟ لا أنت. أنا على الجنة أنا. مع أمك رايح بس لو تاخذك معنا تعبتني. ليش؟ بدي اسالك سؤالين واروح. اسالي وروحي. احد ماسكك بنت حلال. انا وقفتك ولا انت وقفتي؟ ليش تتنفطرين لعب؟ انت جاي من 100 متر عم تضحك. يا انا اضحك مبسوط بحياتي يعني تفكرين علي مو؟ ما عنده السالفه. والله عليش طاش ابن شد احلى مني. والله العظيم شوف واكب سيكل ولابس بدله سبعه في مقال هيبتك. والله العظيم مش حلو اذا ما كانت رينج روفر او مرسيدس. والله ما تضبط. استغفر الله. قدر بالشارع تركب سيكل اطلع بكلسون احسن لك. اسف طلعت مره غلط. تمام ان شاء الله ما عاد تغلط لانه مو اول مره استغلط اليوم بس والله. اي بعتك الابل واتش تبعي واعطيني. حبيبتي انا مو حبيبتك. لا حبيبتي. لا انا مو حبيبتك. اخي خلص احترم تحترم. شفين بعد اعطيني ساعه. اعطيني ساعه بسرعه والله بمزح. تعال والله مقدم لك روح تبي شعوب غني معاك. هاتني يلا. شو حافظ؟ والله انا ودك تصحي يعني شغل شيلات يعني ما
انا الشيلات ما اعرف. خذوها من هنا. لا ما تاخذوني. وين ياخذك؟ انا موجود ابو علي. مع مين واقفه؟ مع سطل. عاد لا تشوفه شيء بمالك. والله شنو انت واقفه مع اي؟ تمام واقفه معك وما شاء الله. مدينا هتف الرجال بقى لي هراد وجه نجاله. انا عربي ما فاهم. تفهم مغربي. انت من وين انت؟ ودابا هلا بس خذ وغني لي شيء. والله انت يطبق عليك المثل اللي قال شو اسمه هذا الشريان الدحاني، تعرفينه؟ ما عارف اسمه، تعرفينه؟ نقول دخيلك تشوفي من على الباب قاعد يدق. انت نفس الحاله. تمام يلا. ما انا حافظ اغاني والله. احرج موقف صار لك بحياتك؟ انا الوحيد اللي ما يصير معي مواقف محرجه يعني. ليش انت الحرج لو كان انا ضبطني بس عارف. انا عارف انت دايره وراي بس مشكلة. والله لا خاطر برامل. المستقبلية صلنا ساعة نلمح لك على امك من تفاح. انتهى شنو بعدين؟ ايش طلع بدون مكياج بس تدرين؟ والله صروخ كلك ذوق. قدام انت مين قدك يمدحك اساسا؟ مين طلع عليك بالشارع غيري؟ والله ما اعرف. هلا هذا الانسان انت مين قدك يطلع عليك؟ والله خشمي احلى منك ترى على فكره يعني. بس انا يعني متواضع يعني، ما احب اكسر بخاطر احد، فاهم شو الموضوع؟ فيعني يعني الهسه اللي روح امشي منها، خلي اخو اخته يطلع عليك، انا موجود اخو عليك. شو بدك علمني؟ والله العظيم تعال خلينا نخلص نتزوج على بدري، ورانا عيال ورانا علم. ما بعرف ليش. شو ليش؟ اكرهك. تكرهيني؟ دورك انت بالحياه؟ دوري بالحياه ست العزيزه طشاش. شو يعني طشاش؟ طشاش. طشاش شو؟ يعني سبي المثال يعني هسه تقولي لي نروح جورجيا نروح، ما عندي مشكلة. يعني أنت ثابت مش أحسن؟ إيه أكيد أنا بعزمك يعني. طيب أنا سولف عندي فلوس. أيوه عندي فلوس كثيرة. أنت من دنانير ما أعطيتيني، ما معك، قطعتي حالك تقولين معي فلوس. وليش أنت ما معك؟ أنا؟ والله نشوف عندي التزامات بهذا الشيء. أنا عندي مشاريع سويت فيها استثمارات راحت كل فلوسي. كذابة أنا مرة. أنا عارف. إيه عادي. مرات دائما. إيه. سمعني أول مرة أشوفك. بس صاروخ. إيه صاروخ بالسماء. لا في صاروخ عن صاروخ يختلف. يلا خلصني. شو بدك ما بعرف. شرفنا بمعرفتك. من وين حضرتك جد؟ أنا من المغرب. من وين؟ من المغرب. والله نعم. من أي عيلة أنتم؟ ها؟ من أي عيلة؟ شو عشيرتك قبيلة؟ عشيرتي الريف. الريف؟ ريفية. فلاحين يعني؟ ده. يعني مو لا، نحن عندنا الريف منطقة من مناطق المغرب. وهذون ما بيتكلمون عربي، بنتكلم ريفية. كيف يعني؟ قلعية يعني أمازيغية. شو يعني أقول لك؟ شو أقول لك بال الحالة؟ ما مشت تجيب. ها؟ ما مشت تجيب. تم الله استغفر الله العظيم ما يفهم عليك. الاسم بالخير؟ What's your name? What's your name? Don't worry. What's your name? أميمة. أميمة؟ والله تشرفت بك يا أميمة، بس لو تعطينا رقم الوالدة. شكرا معكم لحضوركم هذا الورقة. وعلى السلامة.